عاد الهلال للتدريبات من جديد وبدأ في استقبال لاعبيه المحترفين بوصول التنزاني ريتشارد والنيجيري إبراهيم مصطفى، بداية لموسم جديد، موسم فيه كل التطلعات وكل الآمال بأن ينجح الهلال في المحافظة أيضا على لقب الدوري الممتاز والذي حققه في الموسم الماضي، خاصة وأن كل الحصاد تتحدث وفي نشرة سابقة طبعا لاتحاد كرة القدم أن الدوري سيبدأ يوم 20 من شهر ديسمبر المقبل. أيضا الهلال يستعد بشكل كبير جدا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ودور المجموعات الذي ستقام القرعة في منتصف ديسمبر وسيبدأ في منتصف فبراير من العام الجديد، ولكن العمل لم يجري فقط في الهلال يا وئام على مستوى الفريق الأول فقط، وإنما على مستوى المواهب الشابة، الأسماء التي يتوقع أن يكون لها مستقبل كبير. أيضا الهلال كان له دور في كسب أفضل المواهب الشابة في الساحة. نعم بالتأكيد محمد، ممكن ده كنا بنتحدث عنه لسنين طويلة في كل برامجنا، حتى في مساحات كانت فردناها في حضرة المساء، أنه تأهيل جيل من الناشئين والشباب هو بيأهل لنا نحن يكون عندنا لعيبة محترفين سودانيين من داخل البلاد. كنا كثير بنتحدث يا محمد عن يعني أفضلية وجود المدارس السنية ووجود التدريب المبكر ليكون عندنا احنا شباب محترفين على مستوى عالي ونكون من يعني دائما كفاءات ولاعبين محترفين جدا، ما نحتاج نجيب لاعبين من الخارج. جانب مهم جدا وأثبت نفسه في الآونة الأخيرة كان بالتأكيد هنالك بطولة جيم والتي شاهدناها قبل أعوام عديدة، وكانت عام 2016 وكان أحرزوا فيها الكأس العديد من الأطفال قبل سنين قليلة، الآن هم عادوا أبطال وعادوا أيضا هم من اللعيبة أصبحوا أيضا عليهم الرهان وأيضا عليهم الكسب الواسع. صحيح. محمد الهلال كان عنده نصيب في الأبطال دي والحمد لله أنه هم كان عندنا جزء منهم اكتسبوا من نادي الهلال وكانوا أيضا من اللعيبة أصبحوا الآن داخل الصفوف الزرقاء. بكل تأكيد واحد من النجوم الذين تميزوا كانوا من أصحاب الإنجاز الكبير الفوز بلقب كأس جيم والذي كان بمثابة بارقة أمل لكرة القدم السوداني. هذه المواهب الشابة، هذه المواهب الصغيرة في ذلك الوقت الآن أصبحت مواهب شابة ينتظر منها أن تصنع ربيع كرة القدم السوداني. الهلال قام بتسجيل نجم منتخب جيم الكابتن مآب حاتم الحاج. مآب مرحب بك، مساء الخير عليك، مشرفنا منورنا بقناة الهلال وحبابك عشرة في البيت الكبير نادي الهلال. يا مرحب بك ومرحب بقناة الهلال، وأنا سعيد والله أنه الليلة معكم في قناة الهلال، وشكرا على الاستضافة الجميلة دي. نعم أكثر سعادة بكل تأكيد. ما بحاتم الحاج، أنت واحد من نجوم جيم، النجوم اللي فرحوا كل الشعب السوداني بالإنجاز الكبير ده لما كنتوا أطفال صغار، الآن ما شاء الله تبارك الله العيال كبرت نقدر نقول. نعم. وخلاص وبديتوا في المسيرة الاحترافية الكبيرة. بداية يعني كلمني شوية عن بعض الذكريات اللي لسه لا تزال موجودة، وإنكم يمكن آخر منتخب جاب كاس للسودان. والله طبعا اول شيء يا اخي انا داير استغل هذه الفرصه، اول شيء اترحم على الشهداء والشفاء الشفاء العاجل للجرحى. وطبعا البطوله كانت والله جميله يا اخي من بدايتها، ودي ذكريات ما بتتنسي زي ما بقولوا، من بدايه التصفيات لحد ما وصلنا دوله قطر وشلنا الكاس. طبعا لعبنا نحن تصفيات في ولايه الجزيره واحرزنا المركز الاول، وجينا ولايه الخرطوم برضو كان في تصفيات برضو كان حرزنا المركز الاول، انا اللي جبت الهدف زي ما بقولوا الغاطل يا هو اللي اهن لدوله قطر. نعم. والحمد لله الناس كانت مجتهده، يعني احنا كنا مجتهدين قبل البطوله دي بسنه، يعني زي ما بقولوا ان احنا البطوله دي ما جبنا كنا راكدين في بيتنا سايل. نعم. ان احنا بنجتهد يوم تمارين يوم تعب يوم جارين كده بنسوي كده ده لشنو، لانه كان عندنا هدف معين والحمد لله اجتهدنا وظهرنا بصورة مشرفة ورفعنا رأس السودان الحمد لله. نعم جميل. مآب يعني بالحديث عن التحاق لنادي الهلال، بلا شك نادي الهلال هو نادي كبير وهو كيان يرمز للبلد بحالة، يعني الكيان الأزرق هو من أكبر الكيانات اللي بتعتقد أي لاعب بيتمنى أن ينتمي له، لكن هل انتمائك لنادي الهلال هو كان عن حب وانتماء للأزرق أم كانت احترافية ونظرة مستقبلية إلى الأمام من ضمام لنادي كبير؟ والله طبعا نادي الهلال ده ممكن أنا أقول لك أنا كنت صغير في السنية أنا حبيت نادي الهلال ده وكنت بتمنى أنه ألعب في يوم من الأيام في هذا النادي. وممكن أقول لك ده حلمي، يعني أنا الحمد لله ربنا حقق لي حلمي. هل انت حقق؟
الحمد لله. شفتي، زي ما قلت لك كنت بتمنى انه العب في هذا النادي، والحمد لله ربنا وفقني واجتهدت كثير والله. يعني انا ما وصلت المرحله دي بدون بسهوله. عناء. طيب هو حلم تحقق، بما انه حلم تحقق الالتحاق لنادي الهلال جكيف، هل تم عليك العرض وتم التوفيق معك ام كان في وسط؟ كيف تم الاتفاق بيناتكم ووقع الخبر عليك بانه الحلم الان يصبح حقيقه؟ يلا طبعا اول شيء تم زي ما بقول انه اختاروني كده، جينا الخرطوم هنا كان قبل 3 شهور كده قبل التسجيلات، كان جينا لعبنا ضد الخرطوم الوطني وضد شباب الهلال برضه وضد شباب المريخ، فأنا لعبت كرة الخرطوم الوطني، فدي كان أحرزت فيها هدف من ضربة ثابتة، وكان مستواي كان 100% الحمد لله. ممكن مباراة الهلال ومباراة المريخ أنا ما لعبتها لأنه عييت وكده فما قدرت أواصل، فالمهم هم شافوني و زي ما بقولوا عولوا علي انه طلبوا خدماتي وكده، ويتواصلوا مع الوكيل بتاعي لحد ما تم الاتفاق. طيب بعد تم الاتفاق وتم اعلان الخبر، الفرحه، تعليقات الناس، التلفونات، الاجواء اللي كانت حواليك في الفتره دي؟ طبعا طبعا دي كانت اجواء عجيبه، والناس يعني ما بقول لك ما مصدقها والله، الناس بيقول لي يا اخي انت تستاهل. انا ذاتي في ذات نفسي ما كنت مصدقها، انا حتى بقيت انا هل ده نادي الهلال صحي صحي انا حالعب فيه وحاسجله كده، فكنت بحمد الله الحمد لله انه وصلت المرحله دي، وزي ما بقولوا نادي الهلال نادي كبير ودي محطه انا بعتبرها محطه، وعندي حلم لقدام ان شاء الله، وعندي ممكن اقول لك خطط لقدام للاحتراف باذن الله. يا سلام. جميل، بالتاكيد الحماس الان موجود داخل مآب حاتم، ويعني اول يوم دخلت النادي انا عايز اعرف الاحساس كان شنو قدام الصرحه اللي بيحلم بيه الزول من فتره طويله، وهل خلال وجودك يعني الاونه الاخيره داخل نادي الهلال التقيت احد اللعيبه الكبار واللي ممكن يكونوا مع الحماس ده نصحوك بعض النصايح، افادوك في بعض الحاجات، ورينا كيف كان الوجود داخل النادي؟ والله طبعا يلا شكله لعيبه الهلال كانوا مع المنتخب وكده والناس واقفه، فما انا ما لقيت لاعب منهم، فبس التقيت بالاداره وكده. كيف كان اللقاء مع الإدارة؟ والله في نصح ليكم وكان في تفاصيل؟ فعلا فعلا طبعا اتكلموا معايا ونصحوني، وزي ما بقولوا انت لما يقول لك الهلال معناه الكلام منتهي، صحيح يعني ما كلام تاني بتقال غير الهلال ده. صحيح الهلال، ولسه في كلام كثير حيتقال ان شاء الله، حيقولوا ما في الملعب، لكن خلونا نمشي الكنترول ونرجع لكم من جديد. أكيد كل ما يجعلك ترى عدم السوداني يرفرف خارجا يجعلك تشعر بالفخر. حقيقة أنا ومحمد انتقلنا ل 2016 وحسينا الفرحة دي فرحة حالية، بفرحة الجموع السودانية وبفرحة الأطفال وهم بيحرزوا لقب خارجي. محمد حقيقة صح. يعني شيء يزعج جدا ويشرف أنه أطفال كانوا صغار جدا في العمر، أقصاها 13 عام 12 عام، وأحرزوا يعني هذا اللقب وهذا الكأس. يعني صحيح، إحساس كان جميل جدا في 2016، والأجمل الآن أنه هؤلاء الشباب تطور مستواهم، لعبوا لأندية وانضموا الآن لأندية كبيرة زي نادي الهلال. ما بكل تأكيد يعني الشيء شفناه ده بخلينا نحلم بأنه يكون عندكم مستقبل كبير ومستقبل جميل إن شاء الله، ويخليكم يعني تكونوا قادرين تحققوا لنا نجاحات كبيرة. أنا دار أعرف يعني الآن الشباب الحلوين ديل، هل في منهم مواصل، منهم مسجل أندية ممتاز، منهم لسه قاعد يلعب كورة، ولا الحصل عليهم شنو؟ والله يلا في ناس مواصلين، في ناس وقفوا منا طبعا، في نفرين، في مصطفى فايز واحمد محمد يوسف، ده سجلوا في اهلي شندي. احمد محمد ده حرز هدف في البطوله؟ لا لا ده مدافع، احمد ده الكابتن، ده صنع الهدفين في الكوره النهائيه. وفي احمد محمد عبد الله الكابتن ده سجل في اهلي الخرطوم هنا الشباب. وفي امجد سجل برضه في مدني في نادي درجه رابعه، وفي خالد برضه سجل في نادي في مدني هناك، فهم كلهم مواصلين الحمد لله. نعم ايوه نعم صحيح. بالتاكيد يعني ممكن مآب يعني في سؤال مهم بيطرح ذاته، انه انت كنت بتلعب في اي خانه في الملعب، والان انت هل في نفس الخانه ولا غيرتها؟ انا الان بلعب صانع لعب
ومهاجم، مرات بطلع في الطرف برا بلعب طرفين يعني، لو ما لعبت هنا بلعب هنا، لو ما لعبت هنا. ودي دي دي الحاجة اللي ميزتني أنا في البطولة وضعت لك بصمة مختلفة. فعلا دي زي ما بقولوا وضعت لي بصمة، والناس كانت بتركز علي، وحتى الكوتش كان دايما بيعول علي، لأنه أنا كنت دايما الحلول كانت بتكون عندي أنا. يعني أنا لما أكون لاعب في الطرف ده كل الضغط بيكون علينا، لأني أنا بفتح صح، بشيل صح، برجع مع الناس، بفتح بدين مجالات، بصنع. يعني كنت زي ما بقولوا رقم واحد في الفريق ده. يا سلام يا سلام، جميل ان شاء الله يكون المستقبل جميل وتكون رقم واحد في الهلال والله، ان شاء الله وتحترف يا بره رب وتكون اتمنى رقم كده. واحد في الفريق اللي هتلعب فيه. طيب، ما بتتابع كره قدم عالميه بكل تاكيد؟ ايوه كلمنا عنها شويه، متين بدات متابعتك الانديه اللي بتشجع اللعيبه اللي بتحبهم وبتتعلم منهم؟ والله طبعا انا بحضر الدور الاوروبيه دي، لكن ما قاعد اتابع طوالي كده. نعم، اكتر شيء انا ممكن اقول لك انا قاعد اجتهد لنفسي انا شخصيا كده. يعني انا ممكن تلقاني في البيت تمارين، بطلع برا الميدان تمارين، يعني اي زمن انا القاه وبتمرن فيه. ليه؟ لانه عندي هدف. نعم، يعني الكوره الاوروبيه دي ما قاعد اتابعها طوالي، لكن ممكن اقول لك يعني بتابع برشلونه، الكوره القويه دي. ايوه ايوه لاعبك المفضل منه؟ اكيد ميسي يعني. نعم، جميل. طيب، يعني بالتأكيد ممكن معاه يعني اللاعب المفضل أو أي مجال أنت بتخشه بكون عندك شخص بيكون مثل أعلى لك. بداية من قبل بطولة جيم، يعني كم مثلك الأعلى منه؟ بتتوقع أنه مش كلاعب مفضل، بس بتتوقع أنه معاه حاتم في يوم من الأيام هيكون هو متفوق بنفس القدرات ونفس المهارات ونفس الأداء، ليس كحب فقط؟ والله زي ما قلت لك، انا من زمان ممكن اقول لك كنت بشجع ميسي ده، لانه من طريقه لعبه ما شاء الله. بتتابعوا لما تحضر له مباراه؟ ما بتكون بتعادل المباراه بشكل كلي، بتكون متابع مهاراته؟ نعم نعم بتابع مهاراته وتحركاته، يعني انا بشوفه عشان انا زايد اتعلم منه. لاعب ممكن اخدته انا قدوه. نعم. طيب، الفاتكم والجايكم جاي، المره دي الهلال ما في لعب والمنافسة قوية وكلكم ما شاء الله تبارك الله، أكيد خيرة النجوم في الساحة من شباب، من دائما الهلال معروف يعني ما بجيب أي زول. استعدادك يلا للخطوة المهمة في حياتك دي كيف؟ والله يا أخي إن شاء الله الواحد يقدر يجتهد، وكل همنا عشان نبسط شعب الهلال، وشعب يستاهل والله، ده كيان زي ما بقوله. صحيح، شفتها. فإن شاء الله نحن كلنا في نادي الهلال نجتهد ونكون يدنا واحدة إن شاء الله، عشان نقدر نعمل حاجة لقدام إن شاء الله، ونجيب كاس زي ما بقولوا إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. في كان يعني من ناس البيت، من الأخوان، من الناس المقربين، في كلام كده نصايح ادوك ليها لما انضميت للهلال؟ والله فعلا يا أخي، أبوي ما قصر، وحتى أخواني ما قصروا، حتى أمي كانت دائما بتنصحني. يعني حتى اهلي كلهم، يعني البلقاني كله بارك لي وبينصحني، يعني ما قصر والله، وانا بشكرهم هنا من هنا، وبشكر عائلتي امي وابوي واخواني، ما قصروا معاي، وبقول لهم ربنا يديكم العافيه ويخليكم لي ان شاء الله. صحيح. نعم، بتأكيد بتأكيد أهل البيت دائما ما يكونوا هم مهتمين بالموهبة وبيدعموا أطفالهم فيها وبيكبروها عليهم، وده اللي بيصنع النجاح الحقيقي، ودائما إحنا بنعول على النقطة دي. لكن مآب، هل أنت بس يعني ملقي كل تركيزك على الجانب الرياضي والكورة، ولا أيضا عندك جانب أكاديمي، ولا موقف أي حاجة الفترة؟ والله أنا مواظب بين الاثنين. أنا هسه يعني ممكن أقول لك في الثانوي ودخلت التدريب المهني، شفتي دخلت التدريب المهني، وانا حسي بفكر طالما سجلت انا في الهلال وعندي خطط لقدام، عايز اخش مدارس انجليزيه عشان اقدر احسن اللغه، لانه انت زول عايز تكون لاعب شامل. فعلا عايز احترف. صح. انا نعم. انت زول دار تحترف لازم يكون اللغه دي اهم حاجه. صح، اكيد. شفتي لازم تكون نفسك زي ما بقولوا، وتكون الكمال لله. أكيد. نعم، بالتأكيد بالتأكيد. ما بإحنا حنواصل معك وحنواصل في هذا الحلم اللي بدأ يكبر ويستمر، وإن شاء الله دائما نجاح يا رب، لكن إحنا حنمشي الكنترول ونتابع بعض ضربات الجزاء في لحظات عصيبة جدا في مباراة جين، نتابع ونجد عنه.
إليكم من جديد. وحقيقة بعد ما تابعنا ضربات الجزاء كانت في بطولة جيم عام 2016 بالدوحة بقطر، يعني حقيقة الواحد بيتشوق لمزيد من النجاحات يا محمد. لا حسينا باكي عنا الآن ضربات الجزاء. صحيح تأكيد. كنا متحمسين كده مع الهدف النهائي، احنا يعني كانوا ما عارفين النتيجة، كان في سعادة حقيقية. وظهر محلل رياضي جديد بالمناسبة، يعني صحيح. يتكلم كده ويسألنا أنا ومآب، ونحاول نكتشف الفترة الجاية في مواهب مدفونة. صحيح مآب، يعني اكيد لا يعني بداية كانت جميلة، بداية جيم ليك ولكل الشباب الحلوين اللي كانوا معاك، ولكن الحاجة دي برضو بتلقى عليكم مسؤولية انكم انتوا الان جيل جديد لكرة القدم السوداني بكل المشاكل اللي فيه، ولكن امل الناس كلها كبير فيكم، وامل الناس كلها الان الشباب هو اللي بيقود الثورة، هو اللي بيقود الوعي، هو اللي بيقود كل شيء الان ال- 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 الشباب، وقادرين حاسة انه في من خلال يعني اختلاطك برضو بنجوم الشباب اللي معاك، يعني عجبني الطموح وانك بتتمرن براك كده، هل الرغبة دي برضو موجودة عند الباقيين؟ شاعرين بالمسؤولية دي انه لا احنا لازم نكون الجيل اللي حيغير قصة الكورة السودانية اللي ما بتجيب ألقاب وما بتجيب بطولات دي؟ والله فعلا يا اخي ما انا وراي متحد، شفتها كلهم متحدين وصراحة احنا صبرنا والله، من احنا ممكن اقول لك من جبنا الكاس ده صبرنا والله، لينا 5 سنين الناس دي ما عارف عننا اي شيء الا الناس دي تزال في مواقع التواصل في الفيس وكده وين الاولاد ديل، لكن ما في مزول بيقول اروح الاولاد ديل ولا ادعم الاولاد ديل ولا الاولاد ديل حاصل عليهم شنو، فحاجه مؤثره جدا والله. ونحن بالرغم من الكلام ده كله ما وقفنا، شغالين ومتحدين ومواصلين، كنا مع الكوتش صديق حسين اللي هو التحيه من هنا ولاسرته كمان، ما قصر معانا واتحدنا لحد ما سجلنا. ممكن اقول لك الاتحاد ده ان احنا ظهرنا للاعلام وظهرنا للفرق هنا، فرق القمه السودانيه هنا زي ما قلت لك سابقا لما جينا الخرطوم، الكلام ده كله كان دعم شخصي من زول ممكن اقول لك مشجع وقلبه على السودان ده، انه زول ده يخدم الناس دي عشان يشوفها دائما فوق كده، وهو لما دعمنا ما دعمنا سايل لانه شاف انه فعلا دي موهبه المفروض تتنمي، المفروض يرعوها، المفروض يدعموها. فانا بشكر الاستاذ ابو عبيده موسى، هو دعمنا، هو اللي قام باي شيء وما قصر معانا ومتواصل معانا، ممكن اقول لك يومي اجتماعات نسوي كذا نعمل كده، ممكن اقول لك هو الوحيد اللي دعمنا، ولولاه ما كان ان احنا وصلنا للمرحله دي وكان سجلنا. احنا والله برضه بنحيي استاذ ابو عبيده موسى على المجهود الكبير، لانه الناس كلها تساءلت انه اين غابت الدوله بعد تتويج فريق جيم بهذا اللقب. ممكن قبل قلت لك يا ويام تحت الهواء في قصه حاحكيها لك، بس يعني الزمن ما مناسب، ولكن حنعود لتفاصيل كثيره حدثت لهذا الفريق الذي كان المفروض انه يتم رعايته بشكل كبير جدا. صحيح. في يعني في تلك الفتره، ولكن الحمد لله يا هو بمجهود الاستاذ ابو عبيده والشباب الجميلين ناس ما بديل قدروا يشقوا طريقهم، وان شاء الله حيصلوا، ان شاء الله الكاس ده ما حيكون اخر كاس، اول كاس واخر كاس يجيبوا، لا ان شاء الله مستقبل مشرق لكره القدم السودانيه مع ناس ما بحاتم، طالما ظلت هذه الروح موجوده، هذه النظره موجوده، هذا التحدي موجود، هذا التفكير موجود، انه يجتهدوا على نفسهم عشان ما بس يلعبوا في الهلال ولا المريخ ولا انديه القمه، لا يكون ايضا قادرين نشوف محمد صلاح سوداني، رياض بحر السوداني في الملاعب العالميه ان شاء الله. ما بسعدنا بك جدا والله، ويعني وجودك معنا بيسعدنا، واكيد وانت في بيتك ودارك قناه الهلال باعتبارك الان يعني فرد في اسره هذا الكيان الكبير نادي الهلال. والله انا بشكرك وبشكر الاستاذة كمان، وبشكر قناة الهلال على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر جمهور الهلال كله، وداير اشكر اول شيء اسرتي والاهل وكل من ساعدني وكل من دعمني، فانا بوجه له التحية من هنا وشكرا جزيلا. شكرا لك كثير مآب حاتم، ونتمنى الاستضافة الجاية وانت مع الفريق الهلال في مشاركات كبيرة، ونتمنى دائما النجاح لشبابنا السوداني، يعني حقيقة حاجة بتديك السعادة وبتديك الفخر ان احنا نأمل انه الاونة القادمة انه حيكون عندنا شباب ولعيبة محترفين سودانيين، ويكونوا هم بمثلوا بيرفعوا علم البلاد خارجا بكل فخر وبكل اعتزاز. إن شاء الله يا رب دايما نجاح لنا، وإن شاء الله دايما التقدم في جميع المجالات.
دائما يعني نسعد بان نسمع دائما الاغاني اللي بتعبر عننا وعن كياننا وعن لوننا وهلال ابي. هلال ابي انا هلال ابي، هلالي اذا ندهني بقوم وبجري على العلم حابي. هلال ابي انا هلال ابي، هلالي كبير هلالي عظيم هلالي المالك عجابي. هلال ابي انتمائي قديم شعاره بر في بابي، وجاري كمان هلال ابي سيد الدكان هلال ابي، واي جميل هلال ابي كانه النيل هلال ابي، كم مليون سماوي لون يصرخ يقول هلال ابي. هلال ابي انا هلال ابي، عشان جدي الهلال ابي، عشان ولدي الهلال ابي، عشان الكل هلال ابي، وورد الفل هلال ابي، وين ما اروح هلالي الروح ولازم اكون هلال ابي. هلال ابي انا هلال ابي. وجرد أسد كثير الغابي، عددنا كثير هلال أبي، طبيب غفير هلال أبي، وفي الأستاذ هلال أبي، وسيد الغاب هلال أبي، أو الجمهور لما يصور يصرخ يقول هلال أبي. هلال أبي أنا هلال أبي. يقفوا معاه بيكون وراه وبينهم نور وما خابي، سيد الزوج هلال ابي دايما فوق هلال ابي، نقول يمين هلال.